اهلا وسهلا، كنتمنى انكم تكونوا مزيانين بخير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. فيديو ديال اليوم غادي يكون صراحه فيديو سبيسيال، غادي يبقى لي انا في الذاكره صراحه. مدينه مرزوقه اللي اول مره غادي نمشي لها صراحه، فيها شي بلايص اللي اول مره غادي نشوفهم، اول مره غادي نجرب بزاف الحاجات اللي غنبارطاجيهم معكم. غادي نبارطاجي معكم كل شيء، فين مشينا وجينا، شنو كلينا، فين كان المبيت ديالنا نهار الاول والثاني، وشحال ديال الطريق من طنجه حتى مرزوقه. واهم حاجه هو الثمن اللي غيصدمكم في الاخر، يعني هادشي كامل كان بواحد الثمن اللي صراحه رخيص بزاف. هنا كنا غادي يكون يعني تلاقينا في هاد الملتقى ديالنا ديال جامع السوريين، وهنا غادي نبدا لكم بالترونسبور اللي كان كونفورتابل صراحه ومرتاح، بالكليما ديالو، بمسائل ديالو كامله. دوزنا على مدينه تيتوان، باش كاينين شي وحدين اللي كانوا من تيتوان طلعوا معنا، وغندوزو على الجهه ديال الشاون، وغادي ندوزو على وزن. هنا غادي ناخذ شويه ديال الاستراحه. بعدا كنا تلاقينا في 6 ديال العشيه، هنا كان تقريبا شي 10 ديال الليل ما كملاشي، وغادي ندوزو على موطع ديال جهه ديال مكناس بلا ما ندخلو لها. هنا غادي نشوفوا ان الشتا غادي تكون في الطريق، يعني العكس ديال طنجه. دوزنا على مدينه ديال فاس، يعني دابا هنايا كان الليل بزاف، مع ديك معقلش بالضبط الوحده ولا الوحده ونص ديال الليل. حنا ماشيين جهه ديال بولمان، وهنا بدينا كنشوفوا ان الثلج كاين في الطريق. في الاول عجبنا المنظر، بدينا كنحسوا بواو ان الثلج كاين في الطريق، كلشي كيصور كلشي فرحان، ولكن شويه دخل معنا الخوف على حسب الطريق كانت كتزلق بزاف، الثلج كان بزاف في الطريق، وزائد ان كنا بوحدنا اللي ماشيين، وبزاف ديال الطوموبيلات من الجناب. كنا شفنا شي طوموبيلات الله يحفظ هكذا مقلوبين، يعني كنا كنخافوا ان لا قدر الله الله يحفظ يوقع نفس الشيء. كنا وقفنا واحد ثلث ساعه حنا واقفين، ما قدرينش اننا نزيدو، ولكن من بعد من دخلنا بولمان شويه الامور بدات كتقاد، يعني الثلج ما بقاش بزاف، ولكن كان خاصنا على الاقل ندوزو هذه المدينه قبل ما يشدوا علينا ديك الحواجز ديال الثلج. الحمد لله جبرناهم مفتوحين، ولكن غير دوزنا شويه من ديك الوقت كانوا شادوهم. دونك حنا فلتنا واحد يعني على واحد شويه، دوزنا على هذه المنطقه هذه اللي فوق ميدلت، جلسنا ارتحنا سخنا عظيمتنا شويه، وشبرنا موراها الطريق باش ندوزو نمشيو نيشان حتى الرشيديه. هنا كان الصباح طلع تقريبا شي 7 الصباح، كلشي تقريبا ناعس، كلشي مرخي، عينا بزاف. كنا في الطريق ماشي العياء ديال الجسدي، وانما العياء ديال النعاس وقله النعاس وصافي. هنا كنا قربنا الجهه ديال الرشيديه، غادي ننزلوا في واحد يعني نواحي ديال الرشيديه. هنا كان واحد المنظر غزال، ومع الشروق ديال الشمس واحد البروده كانت بزاف، وصراحه كان ديك الجو منعش. مهم وراها غادي ناخذ الطريق نيشان باش نمشيو للرشيديه، تما غادي نفطروا. وهنا وصلنا لواحد كافي اللي مسميه اير دروبو المنزه، اللي جات في الطريق ديال الرشيديه قبل ما ندخلوا للمدينه. كانت نقيه واسعه، عائليه تقريبا، كنا غير حنايا الجروب ديالنا، واحد العائله وحده، يعني كانت الدنيا خاويه. هنا غادي نبارطاجي معكم، عاملين بحال القضيه ديال البوفي، نقدروا نسميوه بوفي، لان في الاول كيقول لك 30 درهم هز اللي بغيتي، ملي كتمشي لاكيس ساعات كيقول لك هزيتي هذه وهذه غتزيد كذا وكذا، ولا اما تقدر مثلا ما تجيك شي كامله 30 درهم، تقدر تجيك فوق 30 درهم. هنا كل واحد كان كيهز داكشي اللي بغى. جلسنا فطرنا، كان جاني الجوع بزاف، لان تقريبا من 6 العشيه ديال البارح حتى اليوم فطرنا مزيان. غادي ناخذ دابا الطريق نيشان ارفود، المدينه اللي معروفه بالتمر، وهذا الشيء كامل لاول مره غادي نجي لهم. وقفنا هنا عفوا في ولاد شاكر، هذه الواحه معروفه هنا ولاد شاكر، يعني ما يمكنش انك تدوس حتى الرشيديه وما تجيش لهنا وتتعرف على هذه المنطقه هذه. و
وهنا صافي غادي ناخذوا الطريق نيشان واحد الواحد ثانيه اللي كانت اسمها واحد عين العاطي اللي عجبتني اكثر من الواحد الاولانيه. هنا كانوا كيبيعوا هاد السباني ديال الصحراء واللي معروفين نيت. حنا كل واحد فينا خدا واحد ولا جوج باش كيبقى نيت سوفينير. وهاد المطعم هذا كذلك كيعملوا فيه هاد الكليسه هكذا صحراويه، تقدروا تشريوا من لهنا الحليب ديال الجمل ولا مثلا التمور ولا اي حاجه مثلا شي سوفينير هايدا ديال هاد المنطقة. باقي لنا على مرزوكة واحد 70 كيلومتر بعد ما كانت دابا شي الوحدة ديال النهار. خلينا الراشد يومي ومكناس لتحت، مشينا دابا نيشان من الجهة ديال الريصاني باش غادي نتغداو. بالنسبة للفطور والغدا ما كانش داخل في الفلوس ديال الرحلة، يعني الفطور ديال 30 درهم والغدا غادي يكون 50 درهم، وغادي نقول لكم شنو فيه. ديجا حنايا كنا طلبنا في الطريق، يعني المؤطر ديالنا هو اللي تكلف كل واحد قال شنو باغي، وكيكون ديجا قال لهم كيكونوا موجدين الكليسه كيكونوا موجدين لي بلا، غير كنجلسوا صافي كيجيبوا لنا الماكله ديالنا. المطعم زيوان تقليدي، تعرفنا عاوتاني على الثقافه ديالهم. هنا غادي كل واحد يجلس في، يعني غادي ياخذ الجروب اللي يطلب نفس الغداء ونجلسوا مع بعضنا باش نتغداو. هنا كنا طلبنا الغداء اللي فيه 50 درهم اللي فيه هاد الشلاضه هادي وهادي مدفونه اللي بغيت انا نقيصها، اللي كتكون في وسط منها اللحم ديال الجمل مع البصل والخضره ما بيهاش، ولكن اللحم ديال الجمل صراحه جاتني قاصحه وصعيبه في النضيخ. معها اتاي والديسير اللي كيقولوا لنا الديسير، جابوا لنا غير المندرين اصلا. هذيك المنطقه معروفه غير بداكشي، هادي كامله كانت 50 درهم. هنا موراها غادي ناخذوا طريق نيشان، هنا بداو كيبانوا لنا مرزوقه، يعني الرمال ديال مرزوقه، وصراحه حسيت واحد الاحساس في شكل اول مره نشوفها، يعني شوف هكذا على المباشر. مشينا لهاد اوتيل نوماد بالاس، عفوا نوماد بالاس من احسن اوتيلات الصراحه اللي غادي نمشي لهم. غادي ندوركم مزيان في هاد الاوتيل، غادي تشوفوا بزاف الحاجات هنايا. وهنا غادي تبدا لنا يعني علي نقولوا هنا غادي تبدا لنا الرحله ديالنا بديك الفلوس اللي غادي نكونوا عطينا من المؤطر فيها دابا كل شيء. اول حاجه استقبال كان باتاي والحلوى عربيه، هنا عاملين بحال واحد الخريطه ديال المتع كامل، يعني كتعرف لي ديتاي ديال هذه المنطقه، وهادو هما لي فوسيل، يعني الماده ديالي التخصص ديالي ومن المساحات اللي كنقولوا. ما علينا، كل واحد دابا غادي ياخذ شومبر، اللي كان كل واحد ثلاثه الناس في كل شومبر. هاد الجهه هادي كانوا فيها لي كادر ديال الافلام اللي تصوروا في مرزوقه، وهاد الجهه هادي كانت فيها هاد الكليسه وتما جاردان وعادك لابيسين. فريمون كان هاد الاوتيل كبير بزاف واسع بزاف. تخيلوا دابا راه ما مشيتش كاع القناسي ديال هاد الاوتيل بزاف، يعني صراحه واسع وكبير. ما غاديش نعرف ان الثمن بالضبط ديال هاد الاوتيل، لان كنا دفعنا الفلوس فيه كل شيء. بعد في هاد الاوتيل فيه مهم، فيه الفطور الغداء الخيام الجموله الطوموبيلات كات كات، المهم بزاف الحاجات داخلين في ثمن واحد. سينو بغيتو تعرفوا غير الثمن ديال هاد الاوتيل غادي تدخلوا بوكين وغادي يبان لكم الثمن، يعني تقريبا واحد 1400 درهم الفوق ولا 2000 بين ثلاثه د الناس. كناكد عليكم هيدا باش في الاخر نقول لكم شحال الثمن اللي كانت تحسبنا حنايا في هادشي كامل. المهم دخلنا كنجبروا ثلاثه ديال الفروشه كبارين، يعني كل واحد عنده فراش ديال دو بيرسون، يعني ثلاثه هنايا فحال اللي قلت لكم كل شومغ فيها ثلاثه د الناس، جهه البنات بوحدهم جهه الدراري بوحدهم. كانت لا شومغ مجهزه بزاف، طواليت المسائل ديال الدوتشا الفوات السيشوار، كذلك هنايا الدوتشا معزوله على الطواليت، وفيها كذلك ينزلوا لنا صابون جيل دوش ديالك، مسائل ديالك كامله مجهزه. ومن جهه اخرى كاين واحد الاطلاله اللي كنا حنايا في نقولوا في الطبقه الاولى لا حد لي دون هادو، وفي نفس الوقت فيها واحد يعني واحد الجماليه اخرى، يعني بدلنا الاطلاله ديال دائما نمشيو للاوتيل نطلعوا دائما على لابيسين نطلعوا على نفس الحاجه. هنا كنا كنطلعوا على هاد الرمال هادو، وهاد الجروب هادو كانوا خارجين في الجموله اللي غدا حنا كانت نوبتنا اننا نخرجوا. ما علينا، هنا بعد ما ارتحنا بدلت، هذا هو كان اوتفيت ديالي سامبل هكذا. بعد ما ارتحنا نعسنا واحد شويه وخا ما جانيش انا النعس، وخرجت باش نشوف عاوتاني في الليل جماليه اخرى كتكون في هاد الاوتيل. وجا
وجا وقت العشاء اللي كان هنايا بوفيه. طبعا هادشي كامل كان داخل في الثمن ديال الرحله، يعني حتى اللي غادي يكون مثلا عنده كيحسب مثلا غير الثمن ديال الاوتيل كيكون داخل فيه هاد العشاء. المهم علينا هنا كينزلوا لي زونطري اللي هما عباره عن دي سالاد هكذا متنوعين، هنايا لي بلا اللي هما رئيسيين، وهنايا الديسير كان متنوع. دونك لا واحد هز اللي بغى، جلسنا كنتعشاو مع بعضنا، ماكله مزونه يعني نقيه، وكنحسوا بواحد يعني هكذا الواحد جالس مع بعضه فوجنا ضحكنا. مراها كل واحد في مشى، كل واحد فين بغى يمشي يدور ولا يرتاح. انا بغيت هنا نستغل هاد المطاع انني نصور لكم في نفس الوقت نتصور. وهاد المطاع هذا واحد لاصال كبيره كانت عندهم هنايا، واحد الجليسه صحراويه هكذا مزونه بزاف، فيها مثلا هاد فتيات ديالهم ما عرفتش شنو كيسميو، والسقوف اللي كان كامل مزخرف هكذا كيعطي لك واحد الاحساس فريمون انك كتعرف راسك انك في الصحراء ماشي اللعب. دونك كانت هما معايا. هذيك المطاع صراحه كان ديال التصوير هكذا، ديك اللمبات هكذا بالالوان غزال عليها. قلت لكم بزاف ديال المطاع في هذا الاوتيل، والله ما دركتش انني نمشي نقوت انه كبير بزاف. هذه جهه ديال لابيسين اخرى، في النهار عاد غادي يبان لكم الجماليه ديال ديك المطاع. اجواء اخرى اللي كانت في هذا الاوتيل مزونه صراحه. في هنا جا الوقت اننا باش نعسو، كان تقريبا شي الوحده د الليل بعد ما دازت 24 ساعه، وحنا تقريبا بلا نعس. بعد انا كنت باقه بلا نعس مره، كاينين شي وحدين منا اللي نعسو شويه في الترونسبور، انا كنت باقه. دونك صافي هنايا غادي نبدل عليا باش نعس. وهذا نهار الثالث، نقدروا الثالث نقولوا حيتاش نهار الاولاني مشى في الطريق، نهار الثاني هو البارح، وهذا نهار الثالث. هنا كان واحد الجو غزال بزاف، كانت 8 الصباح على حساب نوضنا باش نفطروا بكري ونستغلوا هذا النهار، حيتاش في هذا النهار غنعملوا بزاف ديال لي زاكتيفيتي. وكان صراحه البرد يعني تقريبا كانت واحد 2 درجه يعني في الصحراء، وكان كاين البرد. صافي هنا كذلك الفطور كان داخل في الثمن ديال الرحله، يعني في الثمن ديال الاوتيل. كذلك هنايا فحال بوفيه، فيه الفطور هكذا متنوع، فيه لي صالاد هنايا لي بتي بان والباستات الحلوى، مهم اللي شهيتي راه كاين موجود تبارك الله. صافي بعد ما اننا فطرنا مجموعين مع بعضياتنا غادي نخرجوا. اول حاجه بعدا نوريكم هنايا في هاد اوتيل هاد لابيسين اللي قلت لكم في الليل ما بانشي، ها هو هنايا في الصباح غزال واعر، واحد المنظر خيال صراحه. صافي وهنايا بعد ما كل واحد بدل عليه جمعنا حويجاتنا، جمعنا كل شيء، لان الليله الاولانيه كانت في هذا الاوتيل، الليله الثانيه غادي تكون في الخيام اللي تابعنا هذا الاوتيل. بعدا الحوايج ديالنا، مسائل ديالنا، لي فاليز ديالنا كيبقاو في لا ريسبسيون، ما كتمشي منهم حتى حاجه، يعني ابسط الحاجه ما كتمشيش صراحه. هنا غادي نمشيو اللي قلت لكم هذه التجربه اول مره غادي نجرب، كان كيمشي بواحد السرعه كبيره في وسط هاد لي دون هادو، كتقول صافي الطوموبيل دابا غادي تقلب، ولكن صراحه كانت تجربه مزونه. اصلا اذا واحد السرعة اللي هي ضعيفة تقدر الطوموبيل تحصل، وغادي وقعنا نفس الحاجة. دونك هنايا مشينا في هاد الطريق هادي، كانوا كيوريونا هكذا المناجم، كانوا كيعرفونا على المناطق الأثرية ديال هاد المنطقة، ورونا ديك لي دون اللي كانوا كيفصلوا بينا وبين الجزائر. مهم يعني استفدنا من ناحية ديال هاد السفر، استفدنا بزاف. كذلك وقفنا في هاد المطاع باش عاوتاني نشربوا اتاي وهكذا، واحد الخبز كانت عندهم. المهم ارتحنا واحد شويه، الناس كيعرفونا على هاد المطاع. حاجه اخرى بالنسبه لهاد الطوموبيلات 4x4 راهما كانوا تابعين اوتيل، يعني تابعين في نفس الثمن ديال الرحله. دونك هانتوما شوفوا معايا السرعه اللي كان ماشي بها، وفي هاد اللقطه هادي فاش حصلت الطوموبيله في وسط هاد الرمل، ولكن الحمد لله الامور دازت مزيانه. هما عارفين المسائل ديالهم، هما اللي فكوا هاد القضيه يعني موالين هاد الطوموبيلات. صافي وقفنا هنايا باش غادي ناخذوا هكذا الصور، غادي تشوفوا معايا هاد المناطر.
وهنا جات تقريبا واحد 3 د العشية، رجعنا لهاد اوتيل. طبعا واخا خلينا مسائل ديالنا في لي ريسبسيون، الغدا باقي كيكون على حساب هاد اوتيل، وزائد الخيام اللي غادي تشوفوها يكونوا على حساب الاوتيل. جينا كلينا هاد الصالاد هادي، كينزلوا شلاضه بين 4 د الناس، وهنايا عاوتاني طاجين لحم والبرقوق نفس الحاجه بين 4 د الناس وباقي الديسير. هنا جلسنا كرتاحوا شويه، على بيد ما غادي يكون خرجه اخرى او الاكتيفيتي اخرى هي الركوب على هاد ليكواد هادو. صراحه اول مره غادي نركب لهم، اول مره غادي نجرب انني نسوقهم، وزائد انني في منطقه صحراويه كان عندي واحد التخوف شويه بحكم انني لا كنت عملت واحد اكسيدون مهم، الحمد لله دازت بخير، ولكن كان عندي واحد التخوف من السوقان على العموم. صافي داز صراحه مزيانه. بالنسبه للكوات ما كانوش داخلين في الثمن ديال الرحله، باش نقول لكم الثمن ديالهم كانوا 400 درهم فيها ساعه وربع ساعه وشي حاجه، واذا كانوا مثلا جوج ديال الناس كانوا كيتقاسموا، مثلا كتجي 200 درهم 200 درهم وصافي كتعمل واحد نص ساعه نص ساعه. هنا قبل ما نرجعوا لاوتيل دوزنا على هاد المعشابه هادو، طبعا باش كناخذوا شويه سوفينير معنا بحكم ان هاد المنطقه صحراويه معروفه بزاف د الحاجات عندهم طبيعيه، دينا هكذا شي بركه معنا. صافي دابا غادي يكون عندنا ركوب ديال الجموله، وكان خصنا نسربيو باش نلحقوا الغروب ديال الشمس في وسط الرمال. كذلك الجموله كانوا داخلين على حساب اوتيل، وتحنا كانوا داخلين معنا على حسب الرحله، يعني ما عرفتش انا شحال كيكونوا بالضبط الثمن. وكذلك اول مره غادي نركب جموله، واول مره غادي نجرب عاوتاني هذا الاحساس. صراحه في الاول مزيان، ولكن كيكون التخوف عندك هي انك تحس ان الرجمل كيغطس بك في وسط ديك الرمل، وكتقول صافي دابا غادي يطيح بك، ولكن كان احساس مزيان. وهنا جا الوقت اننا باش نرتاحوا، عملوا هما هادي جلسه ديال الجموله من الفوق. نوضنا حنايا، مشينا باش هكذا نتصوروا نشوفوا هكذا الغروب. كذلك واحد الجماليه اخرى كتكون صراحه في الرمل، كل واحد شنو كيعملها اللي كيتصورها اللي جالس كيرتاح. مهم دازت الرحله بيرفكت صراحه. هنا جا الوقت اننا باش نوضوا باش نمشيو للجهه ديال الخيام، هادو كيكونوا هكذا في القلب ديال الصحراء. ديك الحوايج اللي قلتكم بقاونا في لي ريسبسيون هما اللي كيهزوهم، هما اللي كيتكلفوا بهم، كيجيبوهم في الطوموبيلات كينزلوهم في وسط الخيام. يعني هنا كل واحد غادي يجي غادي يهز مسائل ديالو وغيديها معاه من وسط الخيمه ديالو. كذلك كل خيمه فيها ثلاثه ديال الناس. وهنايا كيف ما كتشوفوا اول حاجه كان استقبال ديال يعني هكذا عاوتاني حلوى اتاي معروفين هما بهاد اتاي، واتاي ماشي عادي كيكون مع شبه غزال مزيون صراحه. هنا غادي نبارطاجي معكم عاوتاني في وسط الخيام شنو كاين. غادي ندخلو غادي نجبرو عاوتاني هنايا هادو الخيام دو لوكس كيتسماو اللي كيكون فيهم الدوتشا بالكليمه، غير هي الصراحه الكليمه ما كانتش في هادو. المهم مسائل كامله موجوده بالفواط بالدوتشا بالبطانيات بكل شيء، غير هو كان واحد البرد ماشي عادي كيقتل، يعني بصح اغرب برد دوزتو في حياتي كامله، واحد البرد ما يمكنش بزاف، يعني تقريبا كان تحت الصفر وفي الصحراء وفي الليل بيتين شي طوب. كنا كنقولوا ما عرفنا واش حنا حماق فحالي بيتين في الزنقه، ولكن في شكل المهم احساس. المهم كل تجربه وعندها واحد الحاجه ديالها مزيانه وخايبه عادي. جينا بعد هنايا غادي نتعشاو، طبعا هادشي على حسابهم كذلك وعلى حساب الرحله. كيقدموا لك الصوباد الخضره، هنايا القرع فوق منها هكذا الجبن، ومهم واحد الاكله مزيونه صراحه. وهذه الدجاج والراوز زعلوك وكل شيء، وفي الاخر الديسير بالعسل. هذا النشاط اخر اللي كانت جلسه صحراويه. النهار الرابع ديالنا هنايا في مرزوقة، بعد ما بتنا في الخيام نوضنا غادي نفطروا. نفس الفطور كان تقريبا اللي كنا فطرناه في اوتيل، بحكم ان هاد الخيام تابعين للاوتيل وداخل طبعا في الثمن ديال الرحله، يعني الثمن ديال هاد الاوتيل. Thank you.
كذلك في الطريق ديال الرجوع هما اللي كيتكلفوا يهزوا لنا حوايجنا، هما اللي كيوصلونا حتى للاوتيل تما فين كاين عندنا الترونسبور باش ننزلوا عاوتاني حوايجنا صافي باش نرجعوا في حالتنا. بحال اللي قلت لكم بارطاجيت معكم كلشي بلي ديطاي، حاولت نقول لكم كلشي. هادشي كامل كان ثمن الرحله هو 1350 درهم، يعني ما فايتاش حتى 1400 في هادشي كامل، زائد مثلا ديك في الاول الفطور والغدا اللي كان على حسابنا، ودابا في الرجوع اللي مشينا لواحد المنطقه تغدينا فيه كذلك كانت على حسابنا. يعني التوتال ديال الرحله كامله ما كملاش 2000 درهم، واذا بغينا نديو هكذا معنا شي سوفينير ولا شي حاجه، شخصيا هكذاك جاتني واحد 2500 تقريبا، ولكن كنهضر لكم على الثمن ديال الرحله 1350 درهم. دونك هنايا كانت الرحله بحال اللي قلت لكم دازت مزونه بزاف. هنا في الطريق ديال الرجوع رجعنا على هذه المنطقه اللي فيها الثلج، الحمد لله ما حصلناش كيف ما كنا مشينا. وهذا هو لا فيديو ديالي اللي بارطاجيت معكم من القلب، يعني بارطاجيت كل شيء. ما تنساوش تابوناو معايا هنا في اليوتيوب وكذلك في انستغرام. السلام عليكم.